اتعرضت لعنف انضربت؟ هلا بعدني واصل من عند الطبيب الشرعي انفخت الدين اصلا عينك عنده دينك وعينه وظهرك وظهري شو بيقول تقرير الطبيب الشرعي؟ طلع تقرير ثقب بالاذن اليسار وانكسر ضرسي وعندي ردود بظهري وعيني اليسار. شو الاسئله اللي كانوا عم يسالوك اياها بس نخبر البقوه اللي يعني كان في نوع من الترهيب اذا بدك سلام ترهيب وهيك نفسي وغير جسدي نفسي وجسدي يعني كانوا عم بيسالوا مين منزلكم على الشارع كنت عم بقول لهم وجعنا مين هن سوري مين يعني مين اخذك انا طمشت منى من يعني اذا بدك انخطفت من المظاهره بشكل بوليس او استخباراتي يعني اخذوني مدنيه قالوا لي بدنا نحكي معك شوي ورا السبيكر وخطفوني لورا القوى الامنيه وهنيك دار مرش الخبيط بس اني كان قالوا لي كمان صار في خبيط على ظهرك ايه نعم فينا نشوف هالشيء موجودين صور فايف ايه فحطهم بس كانوا شو همهم يعرفوا مين وراك مين ورا هاي الثوره مين عم ينزلنا على الطريق بعدهم عن جد باليوم 28 يعني مش مقتنعين انه الوجع اللبناني هو اللي نزلنا مش مقتنعين انه فسادهم نزلنا سرقاتهم نزلتنا مطالبنا المحقه ثورتنا الشعبيه هي اللي نزلتنا بعدهم عن جد رافضين هيدي الفكره رافضين يفهموا هيدا النهج من الثورات الشعبيه طيب خلدون خبرني من اللحظة يلي أخذوك فيها للحظة يلي تم إطلاق سراحك نعم شو صار بالضبط وقديه طولت أو ضاينت هالفترة انخطفت امبارح الساعة 9:15 انخطفت ولا اعتقلت ما بسمي اعتقال هو لما بتكون بس مجرد توصل عند مركز القوى الأمنية بحق لك تصرح أنت وين أو بحق لك تحكي محامي هي كانت خطف لأنه أنا وصلت على وزارة الدفاع تحقق معي رجعوا لما شافوني بوزارة الدفاع انه عم ينزل دم من تمي ودنتي ما قادر اسمع فيها الشمال نزلوني على مستشفى العسكري تا ياخذوا ورقه صحيه لدخول السجن ومن ثم انتقلت الى الشرطه العسكريه بمنطقه الصياد وبكل هيدي البروسيدور وكل هالمرحله ما كنت اصلا بعدني عم بعرف انا شو تهمتي وما لك كانوا يخلوني لا اتواصل مع محامي ولا مع احد افراد عائلتي ولا احد افراد اصحابي اللي كانوا بالساحه ما حدا عارف وين كنت لا كان في كل العالم بعدها عم تسال وين خلدون وكانوا لجنه المحامين عم تسال من مغفر لمغفر وكان في شوي اذا بدك من الضياع ومن من تمويه الراي العام مين وين تم استجوابك باي مركز؟ بالشرطه العسكريه والاسئله كانت عنك عن الثوره عن مين داعمكم؟ مين عم بينزلكم؟ ليش نزلت؟ مين دعمك؟ وطني. مين عم ينزلك؟ وجع. وجع الشعب. هيك كنت عم جاوبهم او هيك عم تقول هلا لبيير؟ وصلوا لمرحله منى يسالونا كيف عم تاكلوا تحت؟ مين عم بيعمل لكم اكل؟ قلت لهم انه انت وين انضربت؟ يعني وين انضربت؟ لان عم تحكي عن ثلاث اربع مرات. انا انضربت بالساحه هون قبل ما ياخذوني على ريو الجيش بالريو بوزاره الدفاع. بس في شغله كتار هلا عم بيصيروا يقولوا فيك نيوز وحتى الصور فيك وحتى هيك انه بركي مزبوط بركي مش مزبوط بحس انه اذا ما بعرف فرجيت مزبوط اكثر او الكاميرا تاخذ شوي اكثر وين انضرب لانه ايه لانه دائما ريت محلات انه في سجال عم بيصير انه لا هيدا فيهم يجي ياخذوا كلوز اب عين ايه لانه لا وبين الصوره بينين الصور وإيده هون ما مبينة بس كتير واضحة بالنسبة لي خلدون أول مرة بتشارك بحراك أو لا إلي من 2010 بيير بنزل على التظاهرات الطلابية الشعبية وهيدي أول مرة بيتم اعتقال لا اعتقلت ب 2015 بمظاهرات طلعت رحتكم 8 تشرين كمان أول ما بلشت تصير قصص الشغب بس قبل ما كان انتشر الشغب بالشارع كنا معتقلين بس اليوم حتى اليوم عم نشوف السلوغانات الهتافات بالشارع يعني وكأنه ما بقى في خطوط حمر يعني حتى بال 2015 وقبل كان في بعض الخطوط الحمر وما كانوا كمان الهتافات هن ذاتهم بهالثوره اذا شيء انكسرت هالصوره وانكسرت الخطوط الحمر ما كنتوا عارفين وضاربين حساب انه ممكن يتم اعتقالكم اذا هالقد فاتحين له؟ أنا من اليوم الأول يعني. من اليوم الأول اللي شاركت فيه بالثورة كنت عارف إنه حنعتقل وحيمارس هيدا النظام البوليسي الاستخباراتي العنف تجاهنا بس ما كنت عارف إنه ممكن يوصل لهون انه ممكن ان نخطف من قلب المظاهرات بهذه الطريقه لا ما كنت عارف ابدا نحن ببلد بيتغنى بالحريه بالديمقراطيه بالتعبير عن الراي ما كنت عارف انه هالقد العهد قمعي صار بس ليه انت بالذات ليه مش حدا غيرك يعني ما شفنا حالات غير لانه انا كنت عم انتقل من زيتونة باي لكهرباء لبنان وعم بتبين على التلفزيون رصدينك اوكي بس الاستجواب كان على الكلام يلي قلته عن رئيس الجمهوريه
ايه نعم. ومعروف انه ايه. ممنوع المس بمقام رئاسة الجمهورية. ايه بس اذا قلنا يلا ارحل يلا فل انت منك بي الكل، وين مسينا بمقام رئيس الجمهورية؟ بس انت ما كتبت اشي على الفيسبوك وهيك؟ لا هي كان في دجا صورة منتشرة جدرانية على رشت بلاي. لا فينا ما نحكي على استفزاز، لأن الاستفزاز اللي صار من الميل الثاني مستفز وابي. لا عم ليش استهدفوا له بالذات؟ لأنه وصلنا كمان كم يعني وصلنا شو كتبت كانوا شوي استفزازيين. بس إذا ملاحظين إنه هيدي المادة الجرمية ايه؟ بس نشطت وبرزت بهيدا العهد، يعني هن خايفين من ردات فعل الناس، مشان هيك أبرزوا هيدي المادة الجرمية اللي بتخص فخامة الرئيس. هلا شو يعني اللي حكيه سمير صفير أو شربي الخليل على تويتر هو مش استفزازيين. هلا وصل لي كذا شغلة بس ما بينقالوا كلهم على التلفزيون، أنت كنت كاتبهم ثورة جنات. يعني كان في شوية استفزاز منك بركي لأنه هيدا الشيء كنت أنت مستهدف أكثر من غيرك. أنا بشكل عام بكتب ساركاز، أنا بشكل عام بكتب بطريقة ساركاز ذكية، حتى لو بنستعمل مش اسلوب الشتيمه بس بنكتب بطريقه ساركازم ذكيه تنوصل الهدف الاساسي. عم تعتبر جرائم معلوماتيه هلا بهيدا العهد صارت. شو ما سمعت شو غريب، شو غريب الوضع انه في شاب قال كلام توقف والبلد برم عليه، قال كلام الالوف عم بيقولوا مثله ايه. وفي شخص قتل شاب براسه بالشارع ما حدا بيوقفه ما بنعرف وين هو، في شاب قوص بجل الديب واطلق النار على المتظاهرين والرشاش مبين والكاميرات اخذته ما حدا بياخذه، في مجموعات نزلت في على الرينج وعلى ما حدا بيقرب كمان ما حدا. وبالاخر بيجوا بيقولوا لك ايه ما انتم سبيتوا، يا خي ما انتم عملتوا فينا العمين 30 سنه لليوم، اذا سبينا صرتوا عم بس عم بتعدونا لنا بس مين بده يحمل السلاح بده يصير فيه مثل ما صار فيه.